التهدي والإيمان والإحسان نادانا. يا رب صلي صلاة لا انتهاء لها، صلى الله على محمد، على محمد خير الخلق أحسانا، صلى الله عليه وسلم هو الأمين علينا والشفيع لنا، صلى الله على محمد أدى الرسالة تشريعا وبرهانا، صلى الله عليه وسلم وكان قدوتنا في الخير رايتنا في الحق سنتنا سرا وعلانا، وكان قدوتنا في الخير رايتنا في الحق سنتنا سرا وعلانا. إلى مكارم أخلاق الكرام دعا، صلى الله على محمد، بالرفق واللين توفيقا ورضوانا، صلى الله عليه وسلم توبوا عن الشر لا تأتوا بفاحشة، صلى الله على محمد، لا تبدلوا الرحمن كفرانا، صلى الله عليه وسلم لا للخيانة، لا للكبر لا كذب ولا نفاق يزيد الظلم طغيانا، تراحموا وتوادوا واحقنوا دمكم من صلب آدم جاء الناس إخوانا. والشكر لله غفارا ورحمانا، الحمد لله ربا لا شريك له، للهدي والإيمان والإحسان نادانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. الكافرة وصلت، 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 الكافرة وصلت. الحمد لله، الحمد لله. ألم أقل لكم يا قوم إن فرج الله قريب؟ وقد بشرنا سبحانه وتعالى بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويقول سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. صدق الله العظيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عند تناهي الشدة يكون الفرج، وعند تضايق البلاء
يكون الرخاء. وقال علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل عبادة أمتي انتظارها فرج الله تعالى. وعن الحسن رضي الله عنه أنه قال: لما نزل قول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، لن يغلب عسر يسرين. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أمرك يا سيدي، لقد نقلت البضاعة كلها. خذ درهما ونصف. أشكر الله لك. أنا الذي أشكرك يا عكرمة، فأنت خير الحمالين بالسوق. اسمع، بعد أيام سوف تصل قافلة الشمال إن شاء الله، وسوف لا أستعين بأحد غيرك في نقل البضائع. أنا طوع أمرك يا سيدي، استودعك الله. في رعاية الله. اللهم أدم علينا نعمتك يا أرحم الراحمين. كنت أتمنى يا لبنى أن أجعلك تأكلين اللحم والثريد بدلا من الشعير والقديد. لقمة طيبة حلالا نأكلها معا خير من مائدة يحفوها الشيطان. بارك الله فيك يا زوجتي الطيبة، وكم كنت أتمنى أن تلدي لنا طفلا يملأ الدار بهجة وسعادة. كل شيء بإرادة الله. أعلم أن كل شيء بإرادة الله، وليس على الله شيء ببعيد. ونعم بالله. وكم كنت أتمنى أن يتيسر معي شيء من المال حتى أستطيع أن أفتح حانوتا في وسط السوق. لا تتعجل الأمور يا أكرمة، فنصيبك لابد أن يصيبك. هيا هيا تناول طعامك. لبنى، دائما أبدا الآمال الكبار تبدأ بحلم صغير، وعلى المرء أن يسعى لتحقيق هذا الحلم بالجهد والعمل والصبر والمثابرة. هل تعبت من حمل الأثقال في السوق؟ أبدا، أنا لم أتبرم من حياتي، ولكني أتطلع إلى حياة أفضل، فإن وفقني الله كان فضلا من الله ونعمة، وإن لم فهي إرادة الله. الخير دائما من عند الله، الشر فقط إنما هو من أنفسنا. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. تفضل يا سيدي. ما هذا؟ هذا مبلغ من المال تركه لك رئيس القافلة معي. عجبا، معك أنت؟ لا تستهن بي يا سيدي، أنا أعرف الرجل منذ زمن بعيد، وقد ترك المال معي كأمانة لك. حاشا لله، لكنه لم ينتظر حتى أعود. كان في عجلة من أمره يا سيدي. لو لم يكن يعرف أنك أمين ما ترك المال معك. يا لحسن خلقك، تتقاضى درهما ونصفا عن عملك طول اليوم وتعطى كل هذا المال؟ ولو أخذته لنفسك ما سأل عنك أحد ولا لوم عليك. إن الله عز وجل يرى خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقد بارك سبحانه وتعالى في الحلال القليل ولم يبارك في الحرام الكثير. بارك الله فيك يا عكرمة، ما أشبه خلقك بأبيك رحمه الله. رحمه الله، كان يأكل من حلال ويتصدق من ماله. خذ خذ يا عكرمة، هذه 10 دراهم. لا يا سيدي، أنا لا آخذ لقاء أمانتي، أنا أطمع في كرمي وثواب الله، فلا تحرمني يا عبد الله منحة ربك لي. أتريدني أن أحمل لك شيئا؟ لا لا، اسمع يا عكرمة، ما دمت لا تريد أجرا على أمانتك سأمنحك هذا الصندوق وبه بعض البضائع. خذ ركنا في السوق، وعندما يرزقك الله ببيعها أخذ ثمنها ولك ربحها. أشكرك يا سيدي، لن أنسى لك صنيعك معي ما حييت.
هكذا بدأت تجارتي يا عكرمة. تبدأ صغيرا ثم تكبر تجارتك وتنمو مع الأيام حتى تصبح تاجرا مشهورا. هيا يا عكرمة احمل الصندوق وما به، بارك الله لك فيه. أشكرك يا سيد. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، والدليل على ذلك أنه يرزق المؤمن والكافر في آن واحد، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. فالعاقل الكيس هو الذي يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الممات. فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الحياة من دار، إلا الجنة أو النار. لما تبكين يا امرأة؟ إنه يتيم وليس معنا ما نسد به رمقنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هات يدك. بارك الله فيك وأعطاك من نعمه وسدد خطاك في الدنيا والآخرة. أضاع منك درهم يا عكرمة؟ لا. ألم تقل لي إن الدراهم التي ربحتها من تجارتك اليوم 40 درهما؟ بلى. ولكن السرة بها 39. لقد دفعت بواحد منها في يد يتيم ليعينه على حياته، ولهذا الدرهم قصة. أية قصة؟ كان مع أبي رحمه الله 40 درهما، وأعطاني واحدا منها وقال لي: زكاة 40 درهما درهم واحد. فلما تذكرت ذلك وضعت الدرهم في يد المسكين. خيرا فعلت. كان أبي رحمه الله يقول: ما أصبت من مال إلا وأديت منه حق الله، ولم أنم على مال لم تطهره الزكاة. هذا هو أبي، وهذا هو فعله وعمله، وسوف أسير على نهجه ونبراسه ما حييت إن شاء الله. سيرزقك الله إن شاء الله يا عكرمة، وسيبارك لك في رزقك ما دمت تنوي أن تكسب وتتصدق وتؤدي حق الله في مالك. أعطي الرجل ما يريده ويحتاجه بالأجل ليكسب ويتقوى منه ويحيا ويعيش، فلا بد أن يكون كل منا في عون الآخر. شكرا لك يا ولدي. الشكر لله. من سعى في مصلحة أخيه فله ثواب المجاهدين في سبيل الله. ما أجمل خلقك يا ولدي، لقد أعنتني بفضلك. هيا رجل، خذ بضاعتك، وحين يتيسر معك الحال رد ثمنها، وحلال عليك ربحها. بارك الله فيك وفي أمثالك،
بارك الله فيك وفي أمثالك. من كان في عون أخيه المسلم كتب الله له 70 حسنة ورفع عنه 70 سيئة. بارك الله فيك. اللهم أدم علينا نعمتك واجعل فيها الخير وارزقنا بالخلف الصالح. أما زلت تفكر في الأطفال؟ هذا ما يتمناه كل منا يا لبنى، ولكن إرادة الله فوق كل إرادة. تستطيع أن تتزوج الآن بأخرى ليكون لك منها ما تحب وترضى. لبنى، لست بمن يجحد نعمة ربه، ولن أتزوج بأخرى ما حييت. ولكن هذا أمر كفله الإسلام لك. لبنى، أنت زوجتي، عشت معي الحلوة والمرة، ولن يفرق بيننا سوى الموت، هادم اللذات ومفرق الجماعات. فإن قدر الله أن يكون لي منك الخلف الصالح فنعمة من الله، وإن لم يكن فقضاء الله ولا راد لقضائه. عكرمة، كم أنا سعيدة. أنت زوجتي الحبيبة، لم تتبرمي يوما ولم تضجري، لهذا سنعيش معا إلى الأبد بإذن الله. وأنا معك أينما تكن يا زوجي الحبيب. تفضل. تفضل يا سيد أكرم. تفضل يا سيد. تفضل. ما دامت هذه هي رغبتكم فلا بأس، سآخذ أموالكم وأتاجر لكم فيها ونقتسم معا بإذن الله الربح. ماذا فعلتها طلحة؟ لقد أخذ التجار كل بضائع القافلة وها هو المال يا سيدي. فلتستخلص منه ثمن البضاعة، ثم فلتستخلص بعد ذلك قيمة الصدقة التي ستقوم بتوزيعها على أصحاب الحاجات. هذه قائمة بأسماء التجار الذين شاركونا في تجارتنا، قسم باقي المبلغ إلى سرر ولتسلم كل منهم سرة قبل مغيب الشمس. بارك الله فيك يا سيدي. ومع ظهور الهلال سنسافر معا بإذنه تعالى إلى الشمال ونعود بقافلة محملة بالبضاعة. والحانوت ستتركه أمانة في عنق هذا الرجل الطيب. نتوقف هنا قليلا، نسترح من عناء السفر ونجعلهم يضربون الخيام، نتوضأ ونصلي ونسترح، ثم بعد ذلك نستكمل المسير. هيا يا رجال. الحمد لله الذي أصبنا في تجارتنا، وسيسعد التجار بما أحرزناه من بضائع. الحمد لله الذي يسر لنا سبل العيش بالكد والعمل، وجعلنا عونا لإخواننا في الله، فالناس للناس وبالناس، أليس كذلك؟ إنك تكد وتجدح من أجل راحتهم وسعادتهم. حمدا لله على سلامتك. سلامك الله. لا أريد منك أن تسافر مرة أخرى. لن أسافر، وسوف أستثمر المال في بضائع السفن. المهم، اشتريت لك بستان رئيس القوافل. بستان رئيس القوافل؟ نعم، فور عودتي علمت أنه يعرضه للبيع، بستان كبير
يفيض ثمارا وخيرا دفعت فيه نصف ثروتي، والنصف الآخر سأستثمره في بضائع السفن. ولماذا هذه المغامرة بمالك ومال غيرك؟ أما تكفي بضائع القوافل؟ ولماذا لا نوسع دائرة البيع والشراء ما دمنا قادرين على ذلك بفضل من الله؟ هل دفعت مالك كله؟ وما الضير؟ لما هذا القلق البادي على وجهك وفي عينيك؟ أخشى عليك من الخسارة. اطمئني، لن تكون هناك خسارة بإذن الله. المهم، ما رأيك في البستان؟ يا قوم يا قوم، لقد غرقت سفن البضائع في البحر. يا قوم، ماذا قلت يا طلحة؟ بضائعك يا سيد أكرمة غرقت في ماء البحر. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يا لها من خسارة، خسرت فيها كل مالي وأموال التجار. اطمئنوا يا قوم، اطمئنوا، سأبيع كل مالي وأدفع لكل منكم حقه وماله. ألم أقل لك لا تغامر بمالك كله؟ ماذا جنيت الآن إلى ضياع مالك؟ حزينة أنت لضياع المال يا لبنى. بل إني أتألم من أجلك، أخشى على اسمك وسمعتك بين التجار. أخشى أن أرى في عينيك لحظات ألم وندم. أنا لن يغنيني الثراء ولن يضرني الفقر، المهم هو أنت. بارك الله فيك يا لبنى، لا أخفيك سرا، أنا حزين على مال التجار. لا تحزن يا زوجي الحبيب، ما دمت بقوتك وإرادتك وعزيمتك وقوة الله معك، ستعوض كل شيء بإذن الله. بيع كل ما نملك وادفع للناس ما لهم. لا، سأذهب إلى شقيقي عسران، أقترض منه بعض المال. عسران؟ ولكنه بخيل جحيح، والبخيل بغيض إلى الناس، قريب إلى النار. لا أظنه يبخل على شقيقه في محنته، وهذه أول مرة أقترض منه، ولا أظنه يخيب رجائي، وسأرد له المال في أقرب فرصة بإذن الله. لا مال لك عندي، لقد أتلفت مالك ولا شأن لي، وأنا لا أقرض الأقرباء ولا الغرباء. عسران، أنت أخي. لا تحاول التأثير علي، أتحسدني على مالي وثروتي يا عكرمة؟ حاشا لله، إنما جئتك طالبا قرضا. لا عسران، أنت أخي الأكبر، وقد استوليت على مال أبي بعد أن مات. لقد نلت حقك من الميراث كاملا. أتسمي حفنة الدنانير هذه التي لا تعد إلا على أصابع اليد الواحدة ميراثا؟ لقد ظلمتني يا أخي، وأنا أخشى عليك من غضب الله. أجئت لتلقينني درسا؟ لا، جئت أطلب مبلغ من المال، وحين يتيسر الحال سأرده لك. قلت لك لا مال لك عندي، كما أني لا أقرض الأقرباء ولا الغرباء ولا أقرض أحدا درهما واحدا. بلغت بك القسوة، هذا المبلغ، يا لغلظة قلبك، أمات الإنسان بداخلك؟ أليس لله مكان في قلبك؟ لا تزد حرفا واحدا، لقد قلت لك ما عندي، ومن الخير لك أن تنصرف الآن في هدوء وسلام، وإلا طردتك شر طردة. هيا، أنت رجل متلاف ولا ذنب لي. هيا أيها المتلاف، اذهب عن وجهي. ما رأيك؟ خيرا فعلت، حتى لا يعود لمثلها. أبلغت به الجرأة أن يطلب منك مالا بهذه الجسارة؟ لم يبقى إلا أن يأمرك أن تتصدق بأموالك وتوزعها على أمثاله من الفقراء. إنه يظن أنني سرقت حقه من ميراث أبي، وأنا لم أفعل هذا،
معقول؟ معقول أن أسرق أخي ابن أمي وأبي؟ ها، ماذا فعلت يا عكرمة؟ ردني خائبا، وفي طريق عودتي بحثت عن عمل دون جدوى. ألم أقل لك إن أخاك بخيل شحيح ولن يقرضك شيئا مهما قصيت؟ نهرني وطردني، كل همه جمع المال من هنا وهناك، وكأنه سيأخذه معه إلى الآخرة. اللهم اهده طريق الصواب يا الرشاد. إلى أين؟ إلى المسجد. أشعر بضيق بعض الشيء، لعلي أجد في بيت الله ما يفرج كربتي. مصحوبا برعاية الله، إياك أن يهتز إيمانك يا عكرمة. اللهم فرج كربه ويسر أمره يا الله. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ولدي، إن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب، وهو الذي يجعل بعد عسر يسرا. إن الله لا يريد بعباده شرا، بل يريد لهم الخير. يا شيخنا، أنا لست حزينا من أجل نفسي، إنما أنا حزين من أجل أناس وضعوا أملهم في. الأمل في الله وحده، ونعم بالله. أحزين أنت لضياع كل شيء؟ يا شيخنا، لقد استبد بي اليأس. البلاء يا ولدي ما هو إلا ابتلاء من الله سبحانه، فكن عند حسن ظن الله بك، ومن يدري لعل الله أراد أن يبدل خيرا بخير. ونعم بالله. وكيف يا شيخنا؟ اعلم أن الرزق ليس في المال فقط، الرزق في الصحة وفي الصدق وفي البر وفي العمل، ومنه ما يرزقك الله به في الدنيا، ومنه ما يبقى لك عند الله في الآخرة. ونعم بالله. وماذا علي الآن أن أفعل يا شيخ؟ على المرء أن يسعى ويبذل جهده، ويقضي إله الحق ما كان قاضيا. ونعم بالله. سأبيع الدار والبستان وكل شيء، وأهاجر لأعمل في مكان آخر حتى أعوض الناس أموالهم، فمن جد وجد. ما رأيك فيما قلت لك يا شيخنا؟ يقول سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وأنت رجل طيب، تكسب من حلال وتتصدق من حلال، وثق أن الله لن يضيع أجرك في الدنيا ولا في الآخرة. الحمد لله، ما أحلى وأجمل كلمات الله. ضع هذه الآية الشريفة نصب عينيك واعمل بها، إن الله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
هذه لك وهذه لك وهذه لك وهذه لك، وليأخذ كل منكم صرة من هذه، وهذان مفتاح حانوتك وكل ما فيه لك. وأنت؟ أنا بعت الحانوت والبستان والدار، ولي الله. نعم، أنا لي الله. قد عدنا إلى دارنا القديمة وليس معنا درهم واحد. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. عندي لك خبر صار سوف تفرح به فرحا كبيرا. لقد صدق الشيخ الزاهد عندما قال لك إن الله يبدل الخير بالخير. أنا لا أفهم ما ترمين إليه يا لبنى، أفصحي. إنه شيء انتظرناه طويلا، دعوة كنت تدعو بها الله، وقد استجاب الله لدعائك، إنه مجيب الدعاء. أهو لغز يا لبنى؟ أما زلت لا تدرك ما أرمي إليه يا زوجي العزيز؟ نعم. سوف يكون لنا طفل إن شاء الله. الخير كله، لقد بدل الله الخير بالخير. حمدا لك يا الله على كل نعمائك. اللهم أتم لزوجتي بالخير، كل الخير، يا أكرم من سئل. يا كم أنا مشوق للبنين والبنات حتى يملأوا هذه الدار بهجة وسرورا. أسعيد أنت حقا يا عكرمة؟ كل السعادة يا زوجتي الحبيبة. ألست حزينا الآن لضياع المال والبستان والحنود؟ لا، إن الخبر السعيد الذي أخبرتني به الآن له أغلى عندي من مال الدنيا بأسرها. أنترك البلد ونسافر بحثا عن الرزق في بلد آخر؟ لا، تعالي، أنا أخشى علي من السفر والترحال. سأبقى وسأعمل هنا، سأبدأ من جديد من أجل طفلنا القادم بإذن الله، حتى أوفر له حياة كريمة سعيدة. المهم أن أبدأ من جديد بفضل من الله وتوفيقه. ها قد عاد عكرمة إلى عمله الأول، حمل البضائع. لقد كان أكبر تاجر في السوق. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. هيا بنا هيا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، لن أبقى في هذه البلدة. إلى أين سنرحل يا عكرمة؟ إلى أي مكان آخر، فلم أعد أطيق شماتة الحاقدين والحاسدين. ما تراه يا عكرمة؟ أنا معك أينما كنت. سنرحل إلى الجنوب وسننزل بخان أم السعد. يا عكرمة دكانه وترك البلدة كلها هو وزوجته. وما لنا بأخيك الآن؟ دعني أكل طعام. أنت لا تأكلين الطعام، أنت تفترسين الطعام كما يفترس الذئب الحمل. عسران، كلي كلي. لا أعرف السر في أن يأكل الإنسان ثم يجوع ثم يأكل ويجوع وهكذا، إنه شيء مكلف وباهظ.
هل ولدنا لنحيا بالطعام وندفع ثمنه؟ آهن لو يعيش الإنسان بلا طعام لتضاعفت ثروتنا. ولكن الطعام يوهب الحياة. الجوع هو الذي يوهب الصحة. لا فائدة للحياة ولا قيمة لها بلا صحة. المرض الذي يدهم الإنسان سببه كثرة الطعام والتخمة. جوع تصحه. مرحبا بكما في خاني المتواضع، تفضلا. شكرا لك يا أم السعادة. هذه حجرتكما وأجرتها 5 دراهم نظير المبيت لليلة واحدة، ولكن إذا طالت بكما الإقامة عندي فسوف أجعلها 3 فقط. لا بأس. وهل جئت إلى هنا للعمل؟ إن شاء الله. وفقك الله. سأتركك وزوجتك، يبدو أنها متعبة، بإذنكما. تفضلي. هل أجهدك الطريق يا لبنى؟ قليلا، ولكني أخاف على الجنين. سيكون جميلا كأمه. بل أريدها طفلة طيبة كأبيها. طفلة كل ما يجود به الرحمن خير. ومتى تنوي البحث عن عمل؟ غدا بإذن الله. إن شاء الله. هل آن الأوان؟ لا تتعجل الأمور. كما أنا في شوق إليه أو إليها. كل منهما هبة من الله، ففي كل منهما خير. ما بك يا عكرمة؟ كنت أتمنى أن أدخر قدرا من المال من أجل هذا الوليد القادم، فكل ما أجمعه في يومي يضيع على المأكل والمسكن. فرج الله قريب. اللهم آمين. بارك الله فيما نزل. سعد، ماذا حدث؟ لقد وضعت زوجتك ذكرا. لبنى وضعت ذكرا. الحمد لله والشكر لله على عطائك يا رب. هيا اذهب واشتري لها بعض الطعام، وإلا هلكت وهلك وليدها. وانت ألا يوجد عندك شيء مما تتقوت منه النفساء؟ والله ما من شيء في حوزتي ولا كسرة من خبز. لا عليك، امضي أنت، وأشكر لك هذه البشرة. توكلي على الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سلام الله عليك. وعليكم السلام، ماذا تريد؟ ابن سبيل منقطع، ولدت له زوجته ولدا، وأخشى أن تهلك. أريد أن أشتري لها أي شيء بدرهم. خذ لها دقيقا وعسلا. لا بأس. هاك الدرهم. انتظر. هذا الحساء قد أعدته لي زوجتي. بارك الله فيك. أشكر الله لك. الحساء
سلام الله الحساء. قم يا رجل، أمن أجل حساء أهلكت نفسك وأخرجت الناس إليك كما ترى؟ الحساء وقوم الحساء. عجيب والله، كنت أسمع بالبخل وهانذا أراه، رجل يبكي حزنا وألما على قليل من الحساء. يا سيدي لا تسخر مني. حاشا لله أن يسخر الإنسان من أخيه الإنسان، ولكني أتعجب من أمرك. اتق الله في مصائب البشر، كنت قد جئت بقليل من الدقيق والعسل والحساء لزوجتي، أضعت لي مولودا ذكرا وأخشى أن تهلك. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن بعض الظن إثم. أين تقيم زوجتك؟ في ذلك الخان القديم بظاهر البلدة. خان أم السعد أليس كذلك؟ بل بل. تعال معي، سوف أرسل رجالي في طلبها وطفلها، فأنتم من اليوم ضيوفي. بارك الله فيك بارك الله فيك. ما أعظم خلق هذا الرجل، لولا لهلكنا جوعا. إنك دائما تزرع الخير يا عكرمة، لذلك لا ينساك الله بالخير مع أهل الخير. الحمد لله، لابد أن نشكره قبل أن نغادر هذا المكان على حسن ضيافته لنا. لا شكر على واجب، تفضل بالجلوس. قلت لي إنك عكرمة بن سهل. نعم. وأنا حمزة بن سعدون أخوك في الله. أشكرك على سعة صدرك وحسن ضيافتك وتواضعك. وماذا فعل الزمان بأموالك؟ ذهبت بها حادثة. ألم تكن تاجرا كما أخبرتني يا أخي عكرمة؟ بلى. لماذا لا تعود إلى التجارة؟ ومن أين لي بالمال؟ أقرضك 200 دينار وأنا شريك معك في الربح. 50 دينارا 60 دينارا 60 دينارا من يزيد؟ 70 دينارا 70 دينارا من يزيد؟ 90 دينارا 90 دينارا من يزيد؟ 100 دينار 100 دينار من يزيد؟ 100 دينار من يزيد؟ بارك الله لك فيها، إلي بالمال. هذه هي أرباح 6 أشهر، 3 أكياس من الدنانير هي كل ما يخصك. تفضل بالجلوس. هل أنت سعيد معي بالعمل يا عكرمة؟ وسعيد بك أيضا فلولاك. لا تكمل الحديث في هذا الشأن، فالخير من عند الله ونعم بالله، ولكن ما فعلته معك يا عكرمة هو واجب العربي على أخيه العربي وواجب المسلم على أخيه المسلم. بارك الله فيك. وماذا تنوي أن تفعل الآن؟ أريد أن أعود إلى بلادي لأبدأ تجارتي من جديد. لن أتركك إلا بعد أن تعمل بعض الوقت لتربح مالا كثيرا تستعين به على العمل في بلدتك. Thank you.
انت مصيبة كبرى، مصيبة عظيمة، هول جسيم. ماذا حدث يا عطران؟ أخي عكرمة، أخي عكرمة قد أصبح من أغنى أغنياء القوم وعاد إلى البلدة واشترى بيته وحنوته من جديد. ومن أين نزلت عليه هذه الثروة؟ لابد أنه سرقها، وإن لم يقاسمني فيها لما كتمت أمره عن الوالي. معقول؟ معقول أن يكون بين طرفة عين وانتباهتها أغنى مني؟ من الطارق في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ أخي عصران وزوجته هند. مرحبا، تفضل. مرحبا بك يا أخي، لقد ضقت ذرعا بفراقك الذي طال كثيرا. وها نحن قد التقينا مرة ثانية، تفضل. مرحبا بك يا هند. مرحبا بك يا أختاه. لبنى، أعدي لنا الطعام. سمعا وطاعة. وأنا سأتي معك لمساعدتك، وأرى بعيني رأسي الخير الذي هبط عليكما فجأة. الخير من عند الله يا هند، تفضلي. أرى حالك تغير وتبدل كثيرا يا أخي. الحمد لله، الحمد لله أنك عدت إلى بيتك. سبحان من يغير ولا يتغير. هل سطوت على أحد؟ ماذا تقول؟ لقد عملت بالتجارة وربحت من كدي. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. أخبرني بكل شيء وسأكتم الخبر عن الناس، فأنت أخي ابن أمي وأبي، لابد أن أتستر عليك. هل سطوت على قافلة مسافرة؟ اضحك، اضحك كما يحلو لك. أنا لن أغادر هذا المكان قبل أن أعرف خبرك. لست بالذي يسطو أو يسرق أو يأخذ ما ليس له، ولا تتصور أن كل الناس مثلك. نعم، قلت لك إن هذا الخير قد ساقه الله لي، ولو أردت منه شيئا خذ حبا وكرامة دون أن تهدد أو تتوعد بغير وجه حق. أريد نصف ثروتك. هل ترى في لصا يقاسمك ثروته؟ نعم لص، ولص مكين. وإن لم تعطني نصف ثروتك فضحتك في كل مكان وشكوتك للوالي. ماذا تقول يا رجل؟ أتشكو أخاك إلي لأنه أثرى ثراء فاحشا فجأة؟ أخشى سيدي الوالي أن يكون سطع على أحد الأثرياء، ولذلك نسيت صلة الدم التي بيني وبينه من أجل الصالح العام. ولكن لم يأتي أحد يشكو من سرقة ألمت به أو جوهر ضاع منه، فربما يكون هذا الثراء رزقا ساقه الله إليه. كيف؟ كيف سيدي الوالي وقد كان بالأمس فقيرا واليوم أصبح ثريا؟ إنه شيء لا يصدقه العقل، لابد أن المسألة فيها سر. الله قادر على كل شيء يا رجل. سيد الوالي، اعرف، اعرف منه كل شيء يا سيد الوالي. أحزين أنت لأنه أصبح ثريا مثلك؟ من أجل الصالح العام. كفى يا رجل، كفى. كم من الجرائم ترتكب باسم الصالح العام. انصرف إلى حال سبيلك وسأرى الأمر بنفسي. هيا. ومصيبتي يا عصران. ما الأمر يا امرأة؟ لقد شبت النيران في الحانوت والمخازن الملحقة به. لقد ضاع كل شيء، كل شيء. ماذا؟ يا عكرمة، أنت رجل صبور ومجد، وقد كفاك الله من فيضه العظيم على صبرك وكدك، فأنت تستحق الخير كله لأنك تأكل وتتصدق من الحلال الطيب. الحمد لله والشكر لله. سيدي الوالي، سيدي الوالي. ماذا بك يا عصران؟ لقد شب حريق كبير وأكل داري ومالي وقصرتها ومصيبتها. لا حول ولا قوة إلا بالله.
اهدأ يا أخي. كيف هذا وقد ضاع كل شيء؟ احترق مالي وداري، أصبحت فقيرا معدما، لا أدري سببا واحدا لهذا الحريق. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت السبب يا عصران. أكلت مالي بغير وجه حق، ونسيت حق الله في مالك للفقير والمساكين، فلم تتصدق بدرهم واحد. أنت لم تتق الله فيما ملكك، فالطمع والجشع وأكل مال الناس بالباطل سبب ما أنت فيه. ربما كان الحريق دعوة مظلوم، أو درهما اغتصبته دون وجه حق. لا لا تبكي يا أخي، وإن كنت قد اغتصبت مالي ونسيت أو تناسيت صلة الدم بيننا، فأنا لم أنسى أبدا أنك أخي ابن أمي وأبي، ولسوف أمدك بالمال الذي تحتاج إليه كي تبدأ من جديد، على أن تستغفر الله من الذنوب عله يقبل منك. المهم أن تكد وتكتح كي تعوض ما فات. كيف؟ كيف يا أخي؟ مثل ما فعلت أنا، أن تبدأ من جديد بعزيمة من حديد، وسيرزقك الله خيرا كثيرا، فمن جد وجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. يا كل من غره شيطانه فطغى، لا تمشي في الأرض مفتونا وفتانا، عد إن ربك تواب وعزته، لا تحرم التائب الأواب غفرانا. جوعنا فأطعمنا، هنا فأكرمنا، تهنا فألهمنا، عدنا فآوانا. سبحانه وتعالى نستعين به، إسلامه ديننا،